إبراهيم السامول واللي سجل في الموسم الماضي واحد من أشهر وأهم الأهداف اللي حصلت وأجملها في دوري القسم الثاني، لما كان طبعا سجل هدف في مرمى الأولمبي السكندري، كان وقتها هو لاعب طبعا في كفر الشيخ، سجل هدف مميز من منتصف الملعب كلها شافته وقتها وأسادت فيه. سعيد برينسون لعيب موهوب في كل مقاييس.
It's running.